سألتك أو أسأل الآن، ما تكشفه موسكو من تفاصيل إضافية لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك محاولة الاغتيال وأن كييف هي المسؤولة؟ نعم، تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيفكم الكريم. أعتقد بأن ما تكشفه موسكو من تفاصيل هذه الحادثة ربما يكفي لكي يقتنع المرء بأن بالفعل هاتين المسيرتين استهدفتا مقر الكريملين، حيث كان بوتين موجودا خلال الأيام الماضية، كان يعمل فيه وربما كان يبات فيه أيضا ويعقد مختلف الاجتماعات. ولكن مع ذلك لابد من الإشارة إلى أمر آخر لافت للانتباه برأيي، وهو أن هذه الحادثة أولا جاءت تتمة في سلسلة الاستهدافات من قبل المسيرات الأوكرانية لمختلف المنشآت الواقع على أراضي روسيا في الأيام الأخيرة. هناك مثلا استهداف لمستودع النفط واستهداف آخر لقطار السكة الحديدية، فهو خرج بنتيجة هذا الاستهداف عن مسارح. وهناك عدد من استهدافات أخرى للقرى والبلدات المتاخمة للحدود الأوكرانية. وبالتالي ما حدث الليلة الماضية ربما كان بمثابة استمرار منطقي لما يسميه الآن البعض في موسكو بحرب المسيرات التي أصبح يخوضها الجيش الأوكراني ضد روسيا. بالنسبة للموعد أيضا لا أعتقد بأنه تم اختياره بشكل عفوي أو تلقائي، وإنما بقيت أيام معدودات حتى الاحتفالات بعيد النصر، وهو بين أحد أهم الأعياد في روسيا. وبالتالي الهدف من هذا الاستهداف ربما كان تخويف الناس، تخويف الشعب الروسي بأن الجيش الأوكراني ليس فقط قادر على استرجاع أراضيه خلال الهجوم المضاد الذي طال انتظاره الآن، بل إنما قادر على الوصول إلى الكريملين، إلى قلب العاصمة الروسية واستهداف الرئيس الروسي. طيب سيد أوراق، كييف نفت، لكن كيف تفهم كييف وتفسر هذا الاتهام؟ هل تعتقد أن الرواية الروسية ما هي إلا مسرحية ربما سيئة الإخراج، وأن أوكرانيا كما ذكرت إنما تقوم بالدفاع عن أراضيها وليست مهاجمة روسيا في عقر دارها؟ أشكر الإضافة والشكر للضيف الكريم من موسكو. إجابة على سؤالكم، رسميا الدولة الأوكرانية تنفي مسؤوليتها وراء هذا الهجوم، وجاء ذلك على لسان يعني النطق الرسمي باسم الرئيس الأوكراني نيكيفورو وكذلك المستشار لدى الرئاسة الأوكرانية بادلياك. الغرض من ذلك هو أن أوكرانيا لا تريد تحمل هذه المسؤولية حتى أمام الغرب والداعمين لها، لأن نتفاهم عواقب هذه المسألة لكي لا تصبح ذريعة لقصف لمنشآت وبنى تحتية وربما تطال البنى التحتية المدنية. على غرار ذلك كان هناك قصف في مدينة خرسون وأدى ذلك إلى يعني مقتل عدد كبير من المواطنين وكذلك لبنى تحتية أخرى. يعني المسألة أن ربما روسيا تخطط لهجوم شامل لكي تشلل أو يعني تجعل قضية الهجوم المعاكس يعني غير واردة، يعني لكي تبدأ حرب شاملة حقيقية وحتى وتغير من السياق القانوني للعملية العسكرية، ربما ستصبح يعني إعلان حرب. أنا أريد أن أذهب إلى نتيجة، هو أن ما رأيناه في الفيديو والشريط المنتشر يعني يعطي لنا نوعا من الغذاء الفكري أن هذه ربما تكون مسألة مدبرة من أجل رفع المسألة التأهب لدى الروس والقوات الروسية وكذلك الحصار الأمني والقبض بأي تحرك شعبي، أو لكي لا توظف كذلك مسألة الاحتفال إلى مسألة سياسية للمعارضة الروسية في الداخل الروسي، وكذلك من أجل ربما أن يكون هناك فرض حظر لكثير من التحركات بما في ذلك المسيرات. وبالفعل هو الذي حصل، قامت موسكو بحظر أي تحرك
أو أي استعمال للمسيرات، سواء كانت بطابع مدني بطابع علمي أي شيء، واللي من أجل تقوية الأمن. لأن حقيقة الوصول، في حال أن الرواية الروسية صحيحة، ما مغزى تلك المنظومة الدفاعية التي أقيمت حول العاصمة؟ يعني هذه الضربة لسمعة روسيا أنها لا تستطيع أن تحمي الرجل الأول في الكريملين. ولذلك أظن أن مسألة التدبير ومسألة الإخراج الأمني والسياسي واردة حسب ما أعتقد أنا، وليس حسب ما هو قادم من الجهة الرسمية الأوكرانية. طيب، استمعت لما قاله ضيفي سيد إيفغيني أوراغمي من أن قد تكون مسألة مدبرة. هذه الحادثة تثير ربما الكثير من الأسئلة والاستفسارات التي تحتاج إلى إجابات. الأمور تبدو غير واضحة حتى الآن. يفترض أن مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين بمثابة القلعة الحصينة، وبلاده في هذا الوقت تقود حربا مع أوكرانيا. أين هي قدرات روسيا الاستخباراتية في هذا الإطار؟ استهداف المنشآت النفطية كما ذكرت شيء، ومحاولة اختيار رئيس دولة عظمى تمتلك قدرات نووية شيء آخر. السؤال إلي. نعم، هذا ربما صحيح إلى درجة معينة، ولكن برأي بعض الخبراء أحيانا إذا كان الحديث يدور عن فريق من المخربين وهم يقومون بعمل التخريب ويعد له، فربما كان حل البسيط لجأ إليه مدبرو هذه الحادثة، وهو إطلاق مسيرات من داخل موسكو وليس من خارجها. في هذه الحالة كان يكفي برأي البعض من الخبراء في المسيرات، كان يكفي صنع مسيرة بسيطة بمثابة مسيرة من صنع يدوي لتصل إلى الكريملين، يعني بغض النظر عن الحماية التي كان يمكن أن تضمنها الدفاعات الجوية الموجودة طبعا حول موسكو ومحيطها. وبالتالي ربما كان هذا الحل بالفعل مخرجا من الأوضاع الصعبة التي كان يفكر فيها مدبرو هذه الحادثة قبل أن ينتقلوا إلى مرحلة التنفيذ. ولكن طبعا من المبكر جدا الحديث عن يعني كل ملابسات وكل تفاصيل ما حدث. لابد أن يكون هناك تحقيق ربما دقيق في كل هذه الأمور، ومن ثم سنعرف ربما كيف كانت هذه العملية، كيف بدأت، من أين تم إطلاق المسيرتان، وكذلك تفاصيل أخرى. طب هل يعني ذلك سيد سيدروف بأن السلطات الروسية تعجلت في اتهام كييف طالما أنها لا تملك كافة المعلومات والملابسات عن كيفية إطلاق هذه المسيرات، الجهة التي قامت بذلك التنفيذ، وأن من يريد اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين لابد له أن يتعقبه عن كثب؟ الرئيس لم يكن موجودا في الكريملين. لا، السلطات الروسية والأجهزة الأمنية لم تتعجل في التوصل إلى هذا الاستنتاج، لأن الفريق ربما يدور عن مخربين جاءوا ربما من أوكرانيا أو كانوا يتعاونون مع الأجهزة الأمنية الأوكرانية، وبالتالي كانوا ينفذون أوامرهم. ويعني ليس في هذا أي شيء غريب بأن هذه العملية كان يمكنها أن يتم تنفيذها من داخل موسكو، ولكن يعني كل هذه الأمور ما زالت مجرد فرضيات يطرحها البعض. وكما قلت وأكرر مرة أخرى، لابد من انتظار نتائج التحقيق الذي طبعا ربما سوف يسلط المزيد من الضوء على مدبري ومنفذي هذه العملية. طيب سيد أوراغمي من كييف، هل تعتقد بنهاية المطاف أن روسيا تحتاج لذريعة ما، على مستوى أن هناك محاولة ضالعة بها أوكرانيا لتغير من مسار الحرب، أو أن تشن هجوما شاملا، أو تعلن الحرب الشاملة على أوكرانيا؟ ألا تعتقد في هذا الأمر فيه مبالغة كبيرة في هذا الإطار؟ يعني قد لا تعدم الذريعة إذا ما قررت روسيا أن تشن هجوما كاسحا. نعم، بلى، أنا أتفهم السؤال. أنا طرحت سيناريوهات، ولكن لنحلل بعمق
روسيا ليس في حاجة إلى أي ذريعة، وهي تشن حرب شاملة منذ البداية. يعني الآن هي في عملية قصف، وهناك تقدم نسبي حول مدينة باخموت، ولذلك الذريعة تبقى يعني بخصوص استعمالها لمواصلة أو فتح الجبهة الشاملة، يعني هذا غير وارد من الناحية المنطقية لكي نكون نزهاء مع المشاهد الكريم. ولكن مسألة أن هناك يعني في سياق ما أتى من الضيف الكريم من موسكو بخصوص أن هناك مخربين سواء يتعاملون مع يعني المخابرات الأوكرانية أو الدولة الأوكرانية حسب رواية الضيف الكريم، أظن هذا ليس وارد في هذا التوقيت، لأن إذا كان الأمر المراد منه اغتيال بوتين من الأحسن يعني ترقب الرجل والإتيان واستعمال نفس التقنية عندما يكون على منصة وهو يعني يرى ويراقب العرض العسكري، هذه ستكون ضربة إعلامية حقيقية ستوجع بشكل واضح. أما استعمال هذه المسيرة وربما باستعمال العين المجردة دون الذهاب إلى ما يعرف الإشارات الجي بي اس أو إشارات إلكترونية وهي عن قرب ربما من قام بهذه العملية، هي فقط من أجل جس نبض الأداء الروسي، خلق بلبلة قبيل هذا العرض العسكري يعني بمناسبة العيد الروسي للنصر على الفاشية. أما لو أتينا أكثر وتقدمنا في التحليل، أظن لا داعي لهذا يعني هذا العمل التخريبي بين قوسين، والذي يعتبر يعطي لنا الفكرة ويعطي لنا الذريعة المنطقية أنه سيكون إخراج أمني من أجل يعني حجم جحم وكذلك القبضة الأمنية بروسيا الاتحادية وبالعاصمة وفرض حالة طوارئ ولكي لا تكون هناك أي عمليات تخريبية، لأن الدولة الأوكرانية بأداء جيشها والقوات المسلحة هي أطالت شبه جزيرة القرم، وكانت هناك نتائج واضحة في إقليم بريانسك، تم يعني تدمير أو إتلاف لقطار على سكة حديدية كما أتى الضيف. إذن نفهم بأن هذا هو أظن تدبير أمني من أجل التقوية القمع الأمني إن شئتم قبيل العرض العسكري بمناسبة عيد النصر لروسيا الاتحادية ليس أكثر. لا أظن أن وراء هذه العملية الدولة الأوكرانية، لأن النتيجة باستعمال هذا الظرف دون معرفة هل بوتين موجود في الكريملين أو أنه غادر أو يتواجد في مكان آخر، لأن هذه سرية بالغة الأهمية بالنسبة للأمن الروسي، أظن لن تذهب أوكرانيا إلى هذه الأمور الغير المحددة والغير المؤمنة. إذن هذه فقط ذريعة أمنية داخلية من بوتين وجواره ليس أكثر. طب إذا كان الأمر كذلك، لكن سيصار لاحقا إلى توظيفها في إطار الرد على محاولة الاغتيال التي باتت أوكرانيا هي المتهمة فيها، الكشف على المزيد من التفاصيل وما ستخلص إليه التحقيقات ربما لن يغير من الأمر شيئا. في كييف ما هو المتوقع طالما أن روسيا الآن تتوعد الرد في الوقت المناسب؟ نحن نفهم أن هذه المسألة ربما ستوظف من طرف روسيا من أجل أظن رفع من عدد التعبئة أو ما يعرف مؤشر التعبئة لكي يكون هناك مناخ ملائم للدفع أكثر بالمتطوعين إلى الجبهات، يعني هذا تحفيز أن الرئيس الأول أو الرجل الأول في روسيا مستهدف من طرف كما يقال في المعجم الروسي من النازية الجديدة في أوكرانيا بدعم من حلف الشمال الأطلسي، وأن الرئيس زيلينسكي بدأ يزور الجوار الروسي، نقصد هنا زيارته إلى فنلندا، وهو طبعا تحدي آخر مهم على روسيا، وهي العلاقة تعرفون بين روسيا وفنلندا يعني تاريخيا يعني جد حرجة. وكذلك أظن أن روسيا ليست في حاجة يعني محاولة يعني قصف وتدمير الدولة الأوكرانية، هذا يتواجد في نصوص وفي خطابات الكريملين وخاصة على لسان الرئيس بوتين قبيل الهجوم في 24 فبراير، أكد على أنه سيقضي على الدولة الأوكرانية ويعيد يعني صياغة هذه الدولة
وهو يرى أن الشيوعيين ولينين وستالين هم الذين أوجدوا هذه الدول، وسيذهب إلى ما يعرف عن نزع الشيوعية من أوكرانيا، يعني إرجاعها إلى دويلة قصير قد يعني قزمية. هذا هو التصور الروسي الشوفيني الذي نقرأه ونسمعه من المنابر الروسية للأسف الشديد. إذن إجابة على سؤالكم، أظن أن الدولة الأوكرانية ستذهب في مشروع تحرير أراضيها من الاحتلال الروسي بغض النظر عن نتائج ما ستؤول إليه هذه اللجنة التحقيقية، وهذا مطبخ داخلي روسي لا يهم أوكرانيا حقيقة. طيب سيد يفجيني، بتعتقد بأن طالما أن موسكو هددت برد في وقت مناسب، هل سيكون التخلص من الرئيس زيلينسكي هدفا مشروعا بعد اليوم لروسيا؟ هناك طبعا أصوات تتعالى اليوم من قبل مجلس النواب البرلمان ومن قبل بعض الشخصيات بضرورة التصفية الجسدية لزيلينسكي وزمرته كما يقولون، ويقولون أيضا أنه لا خيار آخر أمام روسيا الآن، ولكن هذا لا يعني بالضرورة بأن الرئيس الروسي سيتخذ مثل هذا القرار الآن أو في أقرب وقت. طبعا الرد سوف نراه قريبا ربما بعد عيد النصر، لأنه لا يمكن أن يعكر أي حادثة صفو العيد المقبل الذي سوف يتم الاحتفال به بعد بضعة أيام، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الرد يعني الذي سوف يقدم عليه الرئيس الروسي يتطابق مع ما يطالبه البعض من الشخصيات السياسية والعسكرية في روسيا. طيب سيد أوراغ من كييف، الرد قد يأتي ولا أحد يستطيع أن يعرف طبيعة هذا الرد، وهناك أكثر من سيناريو محتمل، وأصوات كما ذكر ضيفي تتعالى في موسكو بأن يكون الرد قاسيا لا يستثني حتى الرئيس الأوكراني، يعني بطبيعة الحال هل سيؤثر ذلك أو سيكون هناك استعدادات من قبل السلطات الأوكرانية لاحتمال الرد، وهل هذا سيؤثر على الهجوم المضاد الذي تستعد له أوكرانيا كما يتردد في الأسابيع المقبلة؟ أظن هذه المسألة لن تؤثر على ديناميكية التحركات الأوكرانية أو حتى الروسية، لأن هذا ما حدث له طابع سياسي إعلامي أكثر منه عسكري فني على الأرض أو على الجبهة. بخصوص محاولة تصفية أو تصفية جسدية للرئيس زيلينسكي، لن يقبل بوتين ولا روسيا على هذا الأمر، لأن هذا سيؤدي إلى رفع معنويات الشعب الأوكراني وقوات أو القوات المسلحة الأوكرانية، لأن زيلينسكي هو أصبح رمزا سياسيا وتاريخيا. هذه الحقيقة التي نراها ونلمسها في الأداء الإعلامي والسياسي المحلي وعالميا، أنا أقصد هنا حلف الشمال الأطلسي، لأن اغتيال هذا سيؤدي إلى يعني حشد أكثر للإرادة الشعبية والقوات المسلحة، وربما ستكون هذه المسألة يعني سلبية ستنعكس على روسيا. فأما التخوف من ردة الفعل الروسي هذا غير وارد، لأن يوميا نحن نرى ونلمس الرد الروسي، وهو يقصف ويتوسع ويريد أن يتوسع ويقضم أكثر من الأراضي الأوكرانية وخاصة حول مدينة باخمود وفي منطقة الدونباس بوجه التحديد. إذن أنا فقط أعود وأكرر، هذه لها طابع سياسي إعلامي موجه للتغذية أو الاستهلاك الداخلي لدى الروس، ولا يعني الأوكرانيين، لأن الأوكرانيين هم يعملون ويحاولون أن يحرروا أراضيهم وفق المنطق منطق الأشياء الذي نلمسه. نعم، أنا أشكرك من كييف أوراغ رمضان، مدير مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، وضيفي من موسكو يفجيني سيدروف المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما.